الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بمساكم بكل خير، حياكم الله في حلقة الخميس الونيس اللي إن شاء الله بنقدم فيها برامج جميلة وفقرات منوعة وضيوف مميزين. طبعا أنا وزميلي عبد الرحمن الشمري، مساك الله بالخير. مرحبا علي، مساء الخير. مساء الخير مشاهدينا الكرام، ومثل ما ذكر زميلي علي هذه حلقة الخميس، نحاول نلخص لكم ونسوي لكم تغطية لكل الأشياء والأحداث والأخبار والتقارير اللي حدثت في مجمل هذا الأسبوع. أكيد مشاهدين الكرام، في أولى أخبارنا اليوم قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح اليوم بزيارة إلى معرض كتارة الدولي للصيد والصقور سهيل 2022 في نسخته السادسة، والمقام في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة. نعم مشاهدينا الكرام، ومع اللقطات الرسمية وقام سمو الأمير بالاطلاع على أجنحة الشركات المحلية والإقليمية والدولية العارضة لمجموعات الصقور ومستلزمات القنص وأحدث أنواع البنادق ومعدات رحلات، كما اطلع على عدد من الأعمال الفنية المتعلقة بالمقناص واستمع من القائمين على المعرض إلى شرح حول الفعاليات التراثية والثقافية المصاحبة للمعرض. صحيح يا علي، وبعدين مثل ما أنت عارف مشاهدي الكرام، معرض سهيل أصبح وجهة خليجية، كثير من هواة القنص وهواة الصيد في مثل هذه الأيام يأتون ويوفدون إلى قطر لمشاهدة كل ما هو جديد في هذا المعرض. نتمنى لهم نسخة مميزة على القائمين. أكيد اليوم احنا نتكلم عن سهيل، حتى أصحاب الهوايات البحرية يلقون المعدات اللي هم مثلاً يفتقدونها في بعض الأماكن أو تكون بعيدة من بعض، اليوم اجتمعوا كلهم تحت مظلة واحدة في سهيل، المعدات كلها موجودة تخص أهل البر وأهل البحر. لكن طبعاً سهيل نعرف أكثر على أساس المقناص والطيور ولوازم البر. لا ذكريات حلوة سهيل معانا علي، أنا وأنت ابتسامتك غير في سهيل. أكيد مشاهدينا الكرام، تحت عنوان التطورات في تغذية الطفل ونمط الحياة الصحي، نظم قطاع العلوم الصحية والطبية بجامعة قطر مؤتمرا علميا حول مستجدات تغذية الأطفال ونمط الحياة الصحي. ويأتي هذا المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين في إطار توسيع تبادل الخبرات وتوفير الفرص للمعرفة والمشاركة البحثية ووجهات النظر. كما أن المؤتمر مشاهدينا الكرام يسعى لتحديث وتطوير المعرفة والممارسات والمفاهيم الغذائية ذات الطبيعة المتغيرة مع مرور الوقت. ويشارك في هذا المؤتمر أبرز الأطباء والباحثين والأكاديميين بهدف تقديم برنامج ثري من الجلسات التثقيفية والمحاضرات التي تركز على أبحاث تغذية الطفل والأساليب الحديثة. طبعاً هذه المؤتمرات مشاهدين وإن كانت علمية إلا أنها متاحة أمام الجمهور للاستماع والاطلاع، وأيضاً المداخلات الأوراق البحثية الخاصة بهذا الموضوع وحتى طرح أسئلتهم مباشرة. نتكلم عن أهمية هذا المؤتمر اليوم، أن تقدر كم من الأشخاص العاديين أنك تروح وتجتمع لها، منها تفيد نفسك بالمعلومات ويمكن حقائق أنت أول مرة تدري عنها، لكن يمكن يتغير عندك نمط حياتك في بيتك، وأيضا تقدم نصائح لأطفالك. خصوصا مشاهدي الكرام علي، أكيد الغذاء الآن أصبح من الأشياء الأساسية التي تسبب كثير من الأمراض، وربط هذه الأمراض في سلسلة الغذائية، خصوصا المعلبات، المثلجات المستوردة من الخارج، المسقى بمياه معينة، استخدام المبيدات الحشرية. فالاطلاع على السلسلة الغذائية أو نوع الغذاء من الأشياء المهمة لتغذية أسرتك ونفسك ومجتمعك بغذاء صحي ونافع. مشاهدين الكرام، نعود للحدث الأبرز والذي ينتظره عشاق كرة القدم، حيث يشهد استاد الوسيل المونديالي يوم غد الجمعة في تمام 9 مساء مباراة نادي الهلال بطل الدوري السعودي ونادي الزمالك بطل الدوري المصري. أكيد يا علي، ومع لقطات الفريقين كانت قد وصلت إلى الدوحة أمس، حيث من المقرر أن تقام قبل مباراة كأس سوبر لوسيل حفل المطرب عمرو دياب، بالإضافة إلى عدة فعاليات مختلفة. وبحسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث، فإن نحو 99% من تذاكر المباريات نفدت، حيث أكملت اللجنة كل الاستعدادات الخاصة بهذا الحدث.
يعني احنا نتكلم بكره في مفاجاه جميله جدا وتكون بروفا بعد ايضا لكاس العالم، تجهيزات، تشوف كيف الجمهور، كيف الروح، كيف الحياه. طبعا يمكن زميلنا الاعلامي خالد جاسم غرد في تويتر بتغريده انه خبر ان من مواقف السيارات حتى وصولك للملعب في فعاليات بتكون موجوده في اثناء هذا الممر، يعني ممكن يستغرق منك انك انت تشوفها حوالي تقريبا 40 دقيقه على اساس تشوفها كلها كامله. فاستمتع يعني اكيد مشاهدين الكرام الاجواء الايام هذه جميله جدا، وينصح طبعا الواحد الله يكرمكم يعني يلبس جوات رياضه علشان يقدر يتمشى ويفتر يسار يمين ما يكون حاسب اي تعب او ملل، ويستمتع بهذه الفعاليات الرياضيه قبل ما يدخل هذا المباراه العجيبه ان شاء الله. نتمنى لهم التوفيق طبعا مشاهدينا الكرام. وفي اطار ايضا خبر اخر، التحضير لمباراه كاس سوبر لويس، اعلنت لجنه اغلاق الكورنيش عن تطبيق خطه لاداره حركه المركبات ذات لوحات النقل العامه والخاصه غدا الجمعه. للتعرف على هذه التفاصيل الخطه يسرنا ان ينضم الينا عبر الهاتف الملازم اول مهندس خالد الملا رئيس الفريق الفني لجنه اغلاقات الكورنيش. يعني نرحب فيك في البدايه، ولو نتكلم عن طبيعه الخطه الموضوعه من قبل اللجنة لإدارة المركبات ذات لوحات النقل العام والخاص، وما الأهداف من هذه الخطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أشكركم على الاستضافة. طبعاً مثل ما الكل عارف من خلال لجنة إغلاق الكورنيش التابعة للجنة العليا للمشاريع والإرث، تم وضع بعض التدابير لتقليل الازدحام المروري على الطرقات أثناء بطولة كأس العالم 2022. طبعاً من هذه التدابير هي تنظيم أعداد مركبات النقل الخاص وأيضاً النقل العام على الطرقات، بحيث أنه يقل عندنا الازدحام المروري، وبحيث أنه نوفر طبعاً مثل ما أنت ذكرت إيش الهدف من الموضوع. الهدف توفير شبكة سلسة لانتقال المواصلات العامة وأيضاً المركبات الخاصة على الطرقات. طبعاً ناهيك عن الأمور البيئية أو الجانب البيئي من الموضوع اللي هو تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون. ملازم أول مهندس خالد الملا، طيب ما هي يعني توقيتات منع دخول المركبات النقل سواء الخاص أو العام اللوحات السوداء؟ بخصوص أوقات المنع راح تكون من الساعة 3 مساء يوم 9/9 اللي هو يوم إقامة المباراة، مباراة السوبر، من الساعة 3 مساء إلى 10 مساء. طبعا على طرق معينة في الدولة، إذا تحب أذكرها أخوي، عندنا الدائري الأول، أيضا الدائري الثاني، الدائري الثالث، الكورنيش، طريق الجامعة، شارع أحمد بن علي، شارع الخفجي، شارع البدع، عنيزة، وأيضا الطرقات المترابطة مع الدائري الأول والثاني والثالث. نعم، هل هناك أي استثناءات من هذه الشروط اللي ذكرتها؟ طبعا العملية راح تكون تنظيمية بشكل أكبر من خلال التجارب المقبلة إن شاء الله، إذا هذه التجربة يعني تمت على أكمل وجه. حاليا المركبات المستثناة هي هو صاحب المركبة الواحدة المسجلة باسمه مركبة نقل خاص أو نقل عام، بحيث أنه ما يملك أي مركبة أخرى غير هذه المركبة، أيضا المواصلات العامة اللي تابعة لكروة، وأيضا شركة غبريل. طيب جميل مهندس أول خالد الملا توضيحك لهذه الأمور، ونتمنى من المشاهدين والمستمعين يعني التعاون، خصوصا أنها يعني الموضوع كله تقريبا 7 ساعات حظر لأسباب أمنية وأسباب تنظيمية. طيب الملازم خالد الملا، يا ليت تخبرنا بنصيحة أخيرة للمشاهدين والمستمعين، خصوصا أن الإغلاق غدا. جزاهم الله خير الشركاء معنا في لجنة إغلاق الكورنيش، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، راح يتم من خلالهم ارسال 4 رسائل بلغات مختلفه من خلال رسائل الاس ام اس، تتيح للسائق معرفه اماكن التنظيم المروري، ايضا اوقات التنظيم المروري، وايضا عندنا هيئه الاشغال العامه وضعت جميع التدابير على اللوحات الالكترونيه اللي موجوده على الطرقات باوقات المنع وايضا طرق المنع. لذلك راح يتم تطبيق المخالفات لكل المخالفين طبعا، لذلك احنا نتمنى من مرتادي الطريق الالتزام ان شاء الله بالتعليمات. ان شاء الله، كل الشكر لك الملازم اول مهندس خالد الملا رئيس الفريق الفني لجنه اغلاقات الكورنيش، ويعطيكم الف عافيه. فعلا يعطيهم العافيه اخوي علي. مشاهدي الكرام، يعني نتمنى الالتزام بهذه القوانين التي تحفظ سلامتك وسلامه الاخرين، وايضا تعكس انطباع جيد عن الثقافة المجتمعية لدى
المواطن والمقيم في دولة قطر. مشاهدينا الكرام، الأجواء الممتعة والفعاليات المنوعة ستكون حاضرة غدا في مباراة كأس سوبر لوسيل. تفاصيل أكثر نتابعها في سياق هذا التقرير. بحماس وشغف كبيرين يترقب مشجعو كرة القدم مباراة كأس السوبر على أرض استاد لوسيل المونديالي بين بطلي الدوري السعودي والدوري المصري الهلال والزمالك مساء يوم غد الجمعة. كل الاستعدادات للقاء المنتظر تم إنجازها، وبات استاد لوسيل ذو السعة الأكبر بين كافة استادات المونديال جاهزاً لاستضافة الحدث الرياضي بعدما أعلن عن إتمام الأشغال على الطرق المؤدية إليه من كافة الاتجاهات. وكان الفريقان الكبيران الهلال والزمالك قد وصلا الدوحة بكامل نجومهما، حيث يضعان اللمسات الأخيرة استعداداً للمواجهة التاريخية بينهما. وبينما ينتظر لهذه المباراة أن تشعل الحماس في نفوس المشجعين، ستكون الجماهير الحاضرة لكأس سوبر لوسيل على موعد أيضاً مع أنشطة فنية وثقافية مبهرة كشفت عنها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، معلنة عن قدوم مجموعة من الفنانين من مصر والمملكة السعودية. مشاهدينا الكرام، بهدف تحسين معايير سلامة على الطرق ولتأمين سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول والخروج من المدارس، أطلقت هيئة الأشغال العامة أشغال برنامج تعزيز السلامة المرورية بالطرق المحيطة بالمدارس. ومشاهدي الكرام، للحديث أكثر يسعدنا أن نستضيف المهندس إبراهيم ناجي الخلف، مهندس في إدارة صيانة وتنشيط الطرق بهيئة الأشغال. يا مرحبا فيك معنا مهندس إبراهيم. يعني بداية لو تطلعنا على هذه الخطة، وما هو الجديد وماذا تخدم؟ تعد هيئة الأشغال شريك أساسي في تنفيذ الخطة الوطنية للسلامة، ومن بينها برنامج السلامة المرورية حول المدارس، حول طرق المدارس. في الفترة الأخيرة تم تطوير الخطة بشكل كبير، واللي هي هدفها الأساسي حماية الطلاب وأولياء الأمور في ضمان دخولهم وخروجهم من المدارس، حيث بدأنا بعشر مدارس سنة 2013، والحمد لله اليوم وصلنا إلى 541 مدرسة. ما شاء الله ما شاء الله. انتهينا هالسنة من 541 اللي هي بقرار 93% من المدارس متضمنة داخل البرنامج. بالإضافة أيضاً إلى أن تم إلتام تصاميم بعض المدارس، ويكون تنفيذها إن شاء الله قريباً. إن شاء الله بإذن الله. طيب لو نتكلم عن يعني دور هيئة الأشغال العامة في تعزيز أمن وسلامة طلبة المدارس. يعتبر أمن وسلامة طلبة المدارس من أولويات هيئة الأشغال، فعززنا البرنامج من خلال الحد من تكدس المرور حول المدارس، وأيضا من تشتيت المشاة والمركبات للوصول لأعلى درجات السلامة للطلبة. طيب مهندس إبراهيم، هل هذا بيكون مع تعاون مع إدارة المرور؟ نعم. يعني في دوريات مثلا، في أشخاص من قبل أشغال، يعني مثلا لو سأل سائل إيش علاقة أشغال اللي مسؤول عن الطرق في تنظيم مثل إحنا نقوم بتصميم المخططات حول المدارس، اللي نأخذ بعض التعديلات من إدارة المدرسة نفسها، اللي من خلالها ننشئ طرق آمنة من خلال إنشاء خلينا نقول المواقف وإنشاء المطبات الصناعية وإنشاء الأسفلت بلون معين لتنبيه السائق من دخوله منطقة المدرسة. بالنسبة أيضا ننشأ نفس ما تقول ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم تحديد السرعة القصوى اللي هي 30 كيلومتر في الساعة. جميل. أما بالنسبة لتعاوننا مع الجهات المختلفة في الدولة،
فيتم التنسيق مع هيئه مع وزاره الداخليه وايضا لجنه سلامه الطرق. نعم. واللي هي تكون استنادا على اكيد. نعم احنا اكيد بنكمل معاك، لكن نطلع احنا ومشاهدينا الكرام الى فاصل قصير ونرجع لكم ان شاء الله. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومع ضيفنا المهندس إبراهيم ناجي الخلف، مهندس في إدارة صيانة وتنشيط الطرق بأشغال. مهندس إبراهيم، كنا نتكلم عن التعاون ما بينكم بين إدارة المرور في تنظيم دخول وخروج الطلبة بسلام، فكنت تتكلم عن نقطة. تفضل. كنت أتكلم أن يتم تركيب مطبات لتخفيف السرعة وأيضا لوحات إرشادية لتنبيه السائقين حول دخول منطقة المدرسة، ونفس ما ذكرنا أن يتم تحديد سرعة معينة اللي هي 30 كيلومتر في الساعة، وذلك كله لحماية الطلبة. ممكن ذكر أخوي عبد الرحمن قبل شوي في الفاصل طريقة التواصل بينكم وبين أولياء الأمور، الجمهور، إدارة المدارس عن بعض المشاكل اللي مثلا قاعدة تحصل أو التعديلات اللي هم يتمنون أنها يشوفونها على أرض الواقع. نبي نتكلم أيضا ونسمع المشاهدين عن هذا التنسيق. يتم التنسيق مع إدارة المدرسة نفسها، ناخذ آراءهم وناخذ معاهم، يتم اجتماع فيهم ونشوف المتطلبات السلامه اللازمه للمدرسه نفسها. في اكثر من مثال نفس ما تكلمنا في الفاصل ان في بعض المدارس تكون جنب بعض او شيء، فيتم فتح بوابات ثانيه لها لتسهيل دخول وخروج الطلبه. طيب جميل. طيب مهندس ابراهيم، غير اداره المرور ما هي الادارات الاخرى او الجهات الاخرى التي تتعاون معها اشغال في تنفيذ مثل هذه المشاريع؟ ناخذ ايضا دراسات من وزاره التعليم والتعليم العالي لاختيار المدارس الاكثر حاجه للتطوير ولتخفيف الازدحام فيها، وذلك ضمن الخطه الاستراتيجيه الوطنيه للسلامه على الطرق. في نقطه اود الاشاره اليها اللي هي قائمه المدارس في اصطياد شهري وسنوي، وبس في الاخير في تستغرق المدة عشان تطور المدرسة نفسها حوالي 3 شهور. وفي الثلاث شهور احنا ناخذ آراء المدرسة نفسها وناخذ متطلبات السلامة علشان نشوف أكثر الحلول لتسهيل دخول الطلبة وخروجهم، واحنا نركز أكثر في سلامة الطالب من هالناحية. كل الشكر لك أكيد المهندس إبراهيم ناجي الخلف، مهندس في إدارة صيانة وتنشيط الطرق بهيئة الأشغال العامة أشغال، يعطيكم ألف عافية على جهودكم وما قصرتوا في خلال الفترة اللي طافت، كان جهودكم والله قوية وكان عليكم ضغط كبير، لكن الله يعينكم وحنا إن شاء الله في على ما قالوا النهايات الجميلة حق تنفيذ هذه المخططات. صحيح علي، وفعلا يعني الاهتمام بالطلبة جهد جبار، أولا اختلاف الأعمار والأعداد الكبيرة والتزاحم في أوقات معينة في الصباح ذروة وفي الخروج ذروة، فيعطيكم العافية. وهذا مشاهد الكرام من الأشياء اللي تبذلها دولة قطر لخدمة طلابها ومواطنيها ومقيميها، نسأل الله سبحانه وتعالى يديم الأمن والأمان على دولتنا الحبيبة وعلى بلاد المسلمين. مشاهدينا الكرام، حققت دولة قطر إنجازات لافتة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، بحيث وصلت النسبة للطلبة في سن التمدرس 0%. نعم مشاهدي الكرام، فالتنمية البشرية ركيزة من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وهي ركيزة تتعلق بالإنسان وتعليمه وتطويره. يصادف اليوم مشاهدينا الكرام اليوم العالمي لمحو الأمية، وسنتابع في سياق هذا التقرير تفاصيل أكثر حول ما حققته دولة قطر من إنجازات في مجال محو الأمية. حققت دولة قطر إنجازات لافتة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار. وفقاً لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بلغ عدد الدارسين خلال العام الأكاديمي 2021-2022 بنظام تعليم الكبار بالمدارس 7676 طالباً،
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف 8 سبتمبر من كل عام، أكدت الوزارة أن التعليم يعد أمراً أساسياً من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق دأبت على فتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الأمية وتوسعت فيها لهدف توفير فرص تعليمية استجابة للتطور المتسارع، موافقة متطلبات المرحلة الزمنية، إعداد مناهج جديدة تواكب حركة التطوير، تمكينها من أداء دورها في عملية التعليم، والقدرة على المشاركة في عملية التنمية. قطر بدأت مبكراً في مكافحة الأمية، وبالتحديد منذ 50ات القرن الماضي، ولا تزال مستمرة على هذا النهج، فسارعت إلى تأسيس أول مركز تعليم الكبار ومحو الأمية عام 54، فتح صفوف منتظمة أواخر عام 56، وافتتاح مركزين للنساء سنة 1976، مشاركة قطر أيضاً في عدة مؤتمرات، والمساهمة في تنفيذ وإعداد الاستراتيجية العربية لمحو الأمية، بالإضافة إلى إعداد برنامج عرب يوبيل الخاص بالبرنامج الإقليمي لتعميم التعليم والقضاء على أمية الكبار في المنطقة العربية، ووضع خطة عشرية لمحو الأمية بدأت عام 77 وحتى عام 86، وهو ما ساهم كثيراً في الانخفاض المستمر الذي وصلت إليه نسبة الأمية في البلاد. يذكر أن السلم التعليمي لنظام تعليم الكبار يتكون من 3 مراحل: المرحلة الابتدائية 4 سنوات، المرحلة الإعدادية 3 سنوات، والمرحلة الثانوية 3 سنوات. لا تتوقف الخطط والجهود برفع معدلات الاستيعاب وإتاحة فرص التعليم للجميع أطفالاً وكباراً، فتم افتتاح في العامين الماضيين مركزين في الخور والشحانية. كما تعمل الوزارة على تطوير طرق وأدوات الدراسة في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار، مع إدخال عملية التسجيل الإلكترونية الذي ساعدت الكثير منهم على الالتحاق بالمراكز. جهود ومبادرات دولة قطر الخارجية لإتاحة فرص التعليم لملايين من الأطفال بالدول الفقيرة من جميع أنحاء العالم، وإعادة تأهيل وبناء العديد من المؤسسات التربوية بدول آسيوية وأفريقية، منها مبادرة علم طفلاً ومبادرة الفاخورة ومبادرة روتا. دولة قطر استلهمت قيمة العلم من الدين الإسلامي الحنيف، فأولت العملية التعليمية جل اهتمامها إيماناً بأن الإنسان هو أساس الحياة. مشاهدينا الكرام، مستمرين معاكم في فقراتنا الحوارية وضيوفنا الكرام. اليوم عندنا جهود حثيثة تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مجال توعية الجاليات المسلمة من خلال دورات تأهيلية خاصة وأيضا دورات لتعليم اللغة العربية. يسرنا مشاهدين الكرام أن نسلط الضوء على جانب من هذه الجهود من خلال ضيف فقرتنا لهذا اليوم، السيد سلطان سعد البدر، رئيس قسم الثقافة الإسلامية في مركز الشيخ عبد الله بن زيد المحمود الثقافي الإسلامي. يا مرحبا ومسهلا فيك معنا اليوم أخوي سلطان، وحياك الله. الله يحييك طول عمرك، وأتشرف بوجودي معاكم في تلفزيون قطر. يا مرحبا فيك. لعلي أنا أسبق زميلي علي في سؤال، في خصوصا في جهود هذا المركز، يعني مقدمة الاستضافة اليوم تتكلم عن التركيز على المسلمين وتثقيفهم في اللغة العربية، كيف وجدتم إقبالهم؟ خصوصا أن قطر يعني تتصدر كثير من الجوائز، الترجمة، مكتبة قطر الوطنية، في تركيز على اللغة العربية، هل هناك وعي عام حول هذه القضية؟ طبعاً إحنا في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بمركز عبد الله بن زيد المحمود الثقافي الإسلامي، ركزنا في الفترة الأخيرة تقريباً من 2003 على تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، باعتبار أن اللغة العربية أو اللغة بشكل عام هي جسر للتواصل بين الشعوب والثقافات المختلفة. فاحنا وضعنا منهج سهل يغطي جميع جوانب المهارات اللي يحتاجها المتلقي الأربع، اللي هي التحدث والاستماع والقراءة والكتابة، وخليناها بطريقة سهلة يكون يعني تكون مدخل حق أي شخص يبغى يتعلم اللغة العربية، وإذا بغى يستزيد بعدين ممكن يدخل إحدى الجامعات أو المعاهد المتخصصة. جميل. يعني نتكلم عن الدورات هذه، يعني
كم المدة كل دورة؟ وأكيد أهم الوسائل أنتم تستخدمونها لهم علشان يتقبلونها وتكون سهلة عليهم. نعم، مثل ما قلت لك إحنا الشريحة اللي نستهدفها بالدرجة الأولى الأكثر إقبالا اللي تكون عندنا الشريحة العمالية. فإحنا مثل ما قلت لك وضعنا منهج سهل، وعندنا أيضا وسائل تعليم، وعندنا فصول دراسية مجهزة بصبورة إلكترونية وكمبيوتر، وأيضا إن شاء الله في القريب العاجل راح يكون في تطبيق يكون يساعد مع الكتابة اللي يتم تدريسه. جميل. طيب لعلي أخرج شوي عن تعليم اللغة العربية، سواء الأربع طرق اللي ذكرتها، خطبة الجمعة، خطب الجمعة، يعني أذكر مرة صليت في مسجد كانت الخطبة باللغة الإنجليزية. صحيح. طيب هل هناك مثلا توجه لمثلا تكون الخطب بلغة أخرى مثل الأوردو مثلا، كونها أوسع انتشارا بعد اللغة الإنجليزية عالميا أو لغات أخرى؟ وحاليا المسجد اللي في مركز عبد الله بن زيد يعتبر أحد المساجد الأربعة إذا ما خاب ظني في الموجودة في الدولة اللي تتم فيه الخطبة باللغة الإنجليزية. عندنا مسجد في اللؤلؤة، وعندنا المسجد في سباير، ومسجدنا هذا، وفي مسجد بعد ثالث رابع ما يحضرني. هذه المساجد خطبة الجمعة تكون فيها باللغة الإنجليزية. وبالنسبة للغات الثانية احنا عندنا ترجمة في بعض المساجد الموجودة، المساجد الجمع يقومون فيها الأئمة والمؤذنين بعد ما ينتهي الخطيب باللغة العربية، فيقوم المترجم وتكون موجودين يعني المستهدفين. جميل. خلينا نتكلم عن أهمية تنظيم مثل هذه الدورات ودورها في التعريف ثقافة اللغة العربية وأيضا الإسلام. نعم، مثل ما ذكرت لك أخوي العزيز، اللغة جسر للتواصل بين الشعوب، من خلالها يعرف الشخص ثقافة الشعب اللي هو موجود فيه. وإحنا عندنا الحمد لله ثقافتنا زاخرة بالأخلاق والتحية. صح. والعادات الطيبة. وأيضا هذا نتكلم عن المسلم وغير المسلم، أيضا من خلال تعليمها اللغة العربية تتضح له أشياء كثيرة أو مفاهيم مغلوطة عن الإسلام يمكن بنفسه هو يقدر يكتشفها يعني من خلال تعلم اللغة العربية. جميل. طيب سيد سلطان، مثلا تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، طيب عندنا في المجتمع فئات متنوعة، مثلا شركات خاصة. نعم. وأيضا عندنا العمال أو الخدم في المنازل، كيف آلية تسجيلهم؟ يعني أنا مثلا عندي عامل أو عاملة أسلمت أو مسلمة تبي تتعلم هذه اللغة العربية، هل هي تعليم عن بعد مثلا؟ هل هو التعليم أوقات معينة مثلا في أوقات إجازات مسائية صباحية؟ ما هي الأوقات؟ احنا الدورات نعلن عنها على صفحة المركز على الفيسبوك، تكون أربع دورات خلال السنة، ويكون التسجيل متاح أونلاين وحضوري أيضا. وبعد ما يتم التسجيل يتم فرز المسجلين وعلى حسب مستوياتهم، يعني ممكن الشخص يكون مستوى متقدم ومستوى ضعيف ومستوى مبتدئ يعني. عشان نعم أكيد نحن نتكلم عن الخدم، يمكن يهمنا عبد الرحمن نشوفه ما شاء الله مهتم، يمكن في أحد عندك ما دخل في الإسلام وتبغيه يدخل الإسلام. كلنا بنتعلم عربي. ما شاء الله لغتك العربية جيدة. طيب خلنا نتكلم عن غير تعليم اللغة العربية، خلنا نتكلم عن بعض المحاضرات اللي فيها نوع من التوعية، الإرشادات. نعم، نعم. الشغلات الجانبية هذه يمكن اللي يلين جروب هذه الفئة اللي أنتم تحاولون تستهدفونها. نعم. كيف طريقة تعاملكم معهم؟ هل تجيبون الناس مثلا مختصين من نفس جنسياتهم؟ أكيد إن في فكرة قاعد تدور موجودة عندكم قاعدين أنتم تطبقونها. أخوي أنا أتكلم عن المسلمين الغير ناطقين باللغة العربية. المسلمين غير ناطقين باللغة. نعم، هذه إحنا برامجنا تستهدفهم بجميع الشرائح، يعني سواء كانوا رجال أو نساء أو أطفال. عندنا محاضرات أسبوعية ومحاضرات يومية ومحاضرات سنوية أيضا، أو فعاليات سنوية تكون خلال شهر رمضان المبارك وخلال عيد الفطر عيد الأضحى. هذه البرامج تركز بشكل عام على أساسيات الدين وما لا يسع المؤمن جهله من أمور الدين. جميل. طيب سيد سلطان، بعد كورونا يعني لابد أن ترجع الحياة كما كانت، فهل هناك محاضرات يومية تقام في المساجد للمسلمين الغير الناطقين بالعربية؟ يعني للأسف خلنا نكون صريحين، في المساجد بعد صلاة العصر مثلا تعودنا على كتاب رياض الصالحين يقرأ، الكل موجودين عرب يفهمون، لكن أخواننا من الجنسيات الأخرى الآسيوية أو الأفريقية ما يفهم هذا الكلام. فهل هناك جهد مثلا 15 دقائق مثلا بعد
هذه القراءة يكون في ترجمة؟ هل في برنامج معين، وقت معين مثل هذا القبيل؟ هو حالياً الموجود عندنا في مراكز تشكل السكان فيها أغلبية غير عربية، يعني غير ناطقين بالعربية. نعم غير ناطقين، يمكن هاي ما تتضح لي ولك أنا في مناطقنا اللي احنا ساكنين فيها، لكن في أماكن ثانية مساجد فيها أقلين، يعني فيها دروس يومية وفي دروس أسبوعية، في دروس يومية عدة لغات، يعني أكثر من 10 لغات احنا نستهدف. جميل، أكيد كل الشكر مشاهدينا الكرام للسيد سلطان سعد البدر رئيس قسم الثقافة الإسلامية في مركز الشيخ عبد الله بن زيد المحمود الثقافي الإسلامي، يعطيكم العافية على جهودكم والله يكتب أجركم إن شاء الله. الله يبارك فيك وأكرر شكري لكم على الاستضافة وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. الله يبارك لكم وجهود جميلة، نتمنى سبحان الله نتمنى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الجهود. الله خير. مشاهدي الكرام مش عندنا علي الحين؟ عندنا أكيد فاصل ونرتاح شوي من بعض الأسئلة. طيب نرجع فاصل ونواصل يعني؟ إن شاء الله. رجعنا لكم مشاهدين الكرام ومع آخر فقرتنا لهذا اليوم، حيث طرحت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر ولأول مرة برنامج ماجستير تنفيذي في القيادة باللغة العربية. هذا البرنامج مشاهدين الكرام يجمع ما بين المهارات والقدرات العلمية في مجال الإدارة، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى سنتعرف عليها من خلال ضيفنا في الاستديو الأستاذ الدكتور بلعيد عوني العميد المساعد للبحث والدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر. دكتور أهلا وسهلا فيك اليوم معنا. يا مرحبا دكتور بلعيد. شكرا. بدء يعني أود أن أشكركم وأشكر تلفزيون قطر لإعطائنا هذه الفرصة الثمينة للتحدث عن هذا البرنامج الفريد من نوعه بجامعة قطر، وهو ماجستير تنفيذي في القيادة. طيب لو نتكلم بالتفصيل أكثر عن هذا البرنامج اللي هو الماجستير التنفيذي يا دكتور. البرنامج صمم بطريقة أنه يسقل ويعطي مفاهيم جد متقدمة في ميدان القيادة من حيث الجانب النظري وكذلك الجانب العملي. فكل المقررات أو الوحدات التعليمية في هذا البرنامج لديها دكتورين، دكتور أكاديمي من كلية الإدارة والاقتصاد وهو يكون يعطي الجانب النظري لأحدث النظريات في القيادة، وكذلك في نفس القاعة التدريسية هناك مهني دكتور عنده خبرة طويلة في جانب المهني وبالأخص في القيادة، فالطالب من جانب يعني يأخذ الجانب النظري مع الأستاذ الأكاديمي، كذلك يشوف كيف يتم إسقاط هذه المفاهيم النظرية على الواقع العملي في مؤسسات مشابهة للمؤسسات التي يأتون منها هذه القادة. فالبرنامج موجه إلى قادة داخل البلد يشتغلون بمؤسسات متنوعة ويأتون إليها أو يلتحقون لهذا البرنامج لتعميق مفاهيم في القيادة. جميل دكتور بلعيد، قبل أن ندخل إلى عمق اللغة العربية وأن دولة قطر أصدرت مرسوم رسمي بالتعامل والمراسلة باللغة العربية، ما شأن الإدارة والاقتصاد بالبرنامج اللغة العربية الماجستير التنفيذي؟ نعم، فكما تعلمون أن الجامعة جامعة قطر يعني الجامعة الوطنية واللغة العربية هي اللغة الرسمية. فكان مركز قطر للقيادات رأى أنه لأنهم الآن يقدمون برنامج باللغة الإنجليزية مع جامعة أمريكية، فلديهم طلب من القطريين على إمكانية مواصلة دراساتهم العليا باللغة العربية. فلما بدأنا في التعاون مع مركز قطر للقيادات كان واضح أنهم يريدون برنامج يكون باللغة العربية اللي هو ماجستير. ماجستير نعم، لأن ماجستير. هم الآن لديهم برنامج قائم باللغة العربية منذ سنوات. نعم. يعني لما جاء الطلب فاشتغلنا معهم لأنه هو عبارة عن تعاون ما بين مركز قطر للقيادات
وجامعة قطر. فالمحتوى العلمي يقدم باللغة العربية وبجودة عالية تتماشى مع مقاييس الجودة ومعايير الجودة العالمية. فالهدف من هذا يعني التعاون كذلك الهدف من هالبرنامج أنه نقدم برنامج باللغة العربية يكون في مستوى من الجودة جد عالي. دكتور منو يعني أو المعايير المحددة للقبول في هذا البرنامج؟ يعني المشاهدين بيتعرفون عليها على أساس يقدرون يقدمون عليها ولا لا؟ نبي نعرف الشروط. نعم، فبعجالة شروط التقدم والدخول البرنامج هو أولا عندنا المعدل التراكمي. المعدل التراكمي لبرامج الدراسات العليا بجامعة قطر، هذه من لوائح جامعة قطر فيما يخص الدراسات العليا، هو 2 من 4، وهذا يختلف عن البرامج العادية في الماجستير أو يعني في الماجستير خاصة. كذلك الأولوية تعطى لخريجي برنامج أو برامج القيادات الحكومية بمركز قطر للقيادات، فهذا يكون عبارة عن تكملة لما أخذوه من خلال برامج القيادات. كذلك يكون على الأقل 5 سنوات من الخبرة في ميدان العمل، يكون متقدم كذلك يعني قطري، ويكون الآن في منصب يعني بمؤسسة معينة أو بوزارة، وكذلك أنه يتم الترخيص له من طرف المؤسسة حتى يلتحق، لأنه لازم يكون فيه نوع من التفرغ، بحيث أنه الطالب كل وحدة تعليمية اللي نعطيها بشكل مكثف خلال شهر يكون عنده 5 أيام داخل القاعة التعليمية، فلازم يكون هناك تعاون من بين المؤسسة حتى يسمح للطالب الالتحاق بقاعة الدراسة، وبعد ما يخلص 5 أيام أنت المكثفة يرجع للمؤسسة ويكمل ما تبقى من الواجبات ومن القراءات لكل مقرر تعليمي. البرنامج مدته كم دكتور؟ سنة. سنة كاملة. سنة كاملة. أسبوع من كل شهر؟ أسبوع كل مادة، يعني كل مقرر أو وحدة تعليمية مخصص لها شهر كامل، في ذلك الشهر بداية الوحدة. لا أنا أقصد عفوا دكتور التفرغ يكون أسبوع؟ لا أسبوع من كل شهر. من كل شهر نعم. نعم يعني كما هو السابق في مركز قطر قيادات. نعم. لأن عندهم هذا النهج. طيب دكتور أنا حاولت الالتحاق في برنامج اللغة العربية، علمت أن المقاعد يعني امتلأت من الطلبة. نعم. كيف هو الإقبال لديكم؟ وما هي الطاقة الاستيعابية؟ الإقبال جيد جدا، وراح يكون يعني أكثر، لأنه الآن بدأوا الملتحقين يتكلمون بشكل يعني عندهم فخر وشافوا الجودة، فهو برنامج الالتحاق به تنافسي، ما حيث أنه توفير أو توفر الشروط اللي ذكرتها هذا لا يعني أنه يضمن مقعد، ففيه مقابلة كذلك من بين الشروط، حيث أنه يتم طرح بعض الأسئلة ويكتبون كذلك نص لسؤال محدد، ثم يتم ترتيب يعني المتقدمين حسب النقاط اللي حصلوا عليها. السنة هذه كان مفروض ناخد 30، ولظروف معينة خدينا 31، فكنا مضغوطين شوية من طرف المتقدمين ف31، يعني العدد اللي نريده هو في حدود 30 حتى نضمن نوع من التجاوب ومن نوع من النقاشات داخل القاعة التعليمية. دكتور لو نتكلم عن الجهات اللي تعاونت معاكم خاصة في هذا البرنامج. يعني كمؤسسات اللي نعم. جو في كثير، كان من يعني الدول الأميري، كان من وزارات مختلفة، وزارة نعم. التخطيط كذلك، كان من حتى من الجانب العسكري، كان في ناس يعني يشتغلون بالأخر المؤسسة العسكرية، كان يعني لا أذكر يعني بالضبط. كذلك فيه ملتحقين من داخل الجامعة، يعني الجامعة أعطت الفرصة لبعض يعني الذين يشتغلون داخل الجامعة، فأعطتهم الفرصة على أساس ممكن يلتحقوا بهذا البرنامج. اللجنة اللي تم يعني مقابلة المتقدمين هي لجنة مشتركة ما بين جامعة قطر ومركز قطر للقيادات، بحيث أنه كلا الجهتين عندهم الحق في إبداء رأيهم، كذلك في يعني في أخذ المتقدمين وقبولهم بالبرنامج، فهو طيب. عبارة عن تعاون وفي اتفاقية ما بين جامعة قطر ومركز قطر. احنا نستفيد من وجودك دكتور معنا علشان المشاهد والمستمع يستفيد أكثر، فممكن أنا وزميلي علي تكون أسئلتنا
تحقيقية نوعاً ما. نعم. طيب البرنامج أسبوع من كل شهر والبرنامج نعم. مدته سنة، هل فترة صباحية أم مسائية؟ هي كل هذه الخمسة أيام كل يوم من الساعة 9 إلى الساعة 4 مساء داخل القاعة التدريسية. طيب العدد كم دكتور؟ الآن عدنا 31 31 طالب داخل القاعة. طيب يعني 31 دكتور يعني مش شوي، يعني مركز قطر خرج الكثير، الجامعة خرجت كثير، يعني هل هناك خطة لأن يكون العدد أكبر من هذه الأعداد؟ هو الهدف من 30 حتى يعني يكون داخل القاعة نوع من التجاوب والاحتكاك ما بين الطلبة وبعضهم، لأنه عندهم عدة ورش عملية داخل القاعة مع بعض، فنوزعهم بشكل أنه كل طالب عنده الإمكانية بإبداء رأيه، بتقديم يعني خبرته، كيف مثلا المفاهيم اللي يدرسها داخل القاعة يتم تطبيقها، هل هو طبقها من زمان، هل في إمكانية التطبيق. فأكثر من 30، لأنه كذلك احنا نستعمل الحالات الدراسية كيس ستدي داخل القاعة التدريسية، فمن بين شروطها لازم يكون العدد محدود جدا، بينما إذا فتحنا العدد كبير لقاعتين مثلا ثلاث قاعات مثلا، فيعني هذا الآن يعني لأنه احنا يا الأساتذة اللي يقوموا بتقديم المادة العلمية والمهنيين عندنا يعني أستاذين لكل مادة، فإذا أضفنا فربما يعني هو يعني يجعل هذه العملية صعبة شوي. دكتور كلمة أخيرة تحب توجهها للي حابين يتقدمون للبرنامج هذا ويسجلون فيه؟ نعم، فأولا تاريخ التقديم، فليكون في علمهم أن يبدأ الفتح باب للتقديم على البرنامج في 8/1/2023، وسوف يتم يعني غلق الباب نتاع التقديم في 16 من فبراير، فما عندهم يعني أكثر من شهر فيقدموا كل أوراقهم. كذلك إذا عندي نصيحة نقدمها، يدخلوا على الرابط نتاع الجامعة ويروحوا على كلية الإدارة والاقتصاد، وبعدين يروحوا على البرنامج نفسه، كل الوحدات التعليمية مفصلة، الشروط مفصلة، كذلك مخرجات تعلم مفصلة. فمعنى أول خطوة لازم يقوم بها المتقدم هو يشوف ما هي المتطلبات، هل هذا البرنامج يفيده في العمل التعليمي، لأنه عنده وصف مدقق لكل المادة العلمية اللي حيدرسها. وكذلك أنه الطالب لازم يعني يكون محضر نفسه للتقديم، لأنه كما قلت يعني إذا توفرت شروط هذا لا يعني أن الطالب سوف يقبل، فيكون مجهز نفسه للمقابلة وكذلك جميع الخيارات، كل الخيرات. نعم. إذن الأستاذ دكتور بالعيد عوني العميد المساعد للبحث والدراسات العليا في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم التوفيق. شكرا. كذلك أنا أشكركم شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بنطلع أنا وياكم نشوف فيديو تعريفي عن ملعب لوسيل، أتمنى فعلا أنكم أنتم تلاحظون أهم التفاصيل الموجودة فيها لأنها بتفيدكم إن شاء الله بكرة بإذن الله. خصوصا مشاهدي الكرام، نتمنى مشاركة هذا الفيديو مع جميع المشجعين غدا، لأن هذا الفيديو يوضح كيفية الوصول لاستاد لوسيل والخروج منه بسلامة. يمكن للمشجعين من الجمهور العام الذين يسافرون بسياراتهم الوصول إلى 6 مواقف للسيارات، وهي C و-D و-E و-F و-G و-H. يتوجه المشجعون القادمون من طريق الخور السريع شمالاً والخيسة نحو موقفي الجمهور F و-G، في حين يتوجه المشجعون القادمون من طريق الخور السريع جنوباً ولوسيل والخيسة نحو موقف الجمهور H. أما المشجعون القادمون من طريق لوسيل السريع ووادي البنات أو شمال الدحيل فيتوجهون نحو مواقف الجمهور C و-D و-E. إن موقفي السيارات F و-G هما للركن والتنقل بالسيارات، أما المواقف المتبقية فهي للركن والتنقل سيراً على الأقدام. تقع مواقف سيارات كبار الزوار والضيافة شمال الاستاد، ويمكن الوصول إليها عبر طريق الخور السريع. اتبع اللافتات التي تؤدي إلى مواقف سيارات كبار الزوار والضيافة بجوار الاستاد، وسيتم إرسال رمز الاستجابة السريع لحاملي تذاكر كبار الزوار والضيافة من أجل الوصول إلى موقف السيارات.
تقع مواقف سيارات حاملي تصاريح الركن من ذوي الإعاقة في جنوب شرق الستاد، ويمكن الوصول إلى هذه المنطقة عبر شارع أم سمرة. يرجى البحث عن اللافتات المحلية أو طلب المشورة من الموظفين الموجودين بمحيط الستاد. تقع منطقة وقوف سيارات وسائل الإعلام جنوب الستاد، ويمكن الوصول إليها عبر شارع 130. ويحصل حاملو تذاكر المباريات على النقل مجانا في جميع الخدمات، الحافلات العامة والمترو وحافلات النقل السريع عند إبراز بطاقة هيا. يمكن للمشجعين الوصول مباشرة إلى الاستاد من محطة مترو لوسيل QNB عبر الخط الأحمر، مع إجراء تبديل بين الخطين الأحمر والأخضر في محطة مترو البدا. كما يمكن للمشجعين الوصول إلى خدمات حافلات النقل السريع مباشرة إلى الاستاد من محطة حافلات مهرجانات فيفا للمشجعين. تبدأ خدمة حافلات النقل السريع قبل 4 ساعات من انطلاق المباراة، وتنتهي بعد 1.5 ساعة من صافرة النهاية. يجب أن ينزل المشجعون الذين يسافرون بسيارة الأجرة في المنطقة المخصصة لسيارة الأجرة. تفتح بوابات الاستاد قبل 4 ساعات من انطلاق المباراة. لا تنسى أن تحتسب وقتاً إضافياً للمشي بين الاستاد ومنطقة سيارات الأجرة والمترو ومنطقة حافلات النقل السريع ومواقف السيارات. يجب أن يصل المشجعون في وقت مبكر ويستعدوا لإبراز بطاقة هيا عند الطلب. للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بالسفر يرجى زيارة www.qatar2022.qa/transport ومتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي @road2022. عندك علي. أكيد مشاهدينا الكرام، مثل ما شفنا هذا الفيديو التعريفي عن الدخول والطلوع في ملعب لوسيل، وأكيد أن اللي بيتبع هذه الإرشادات ما راح يكون عنده أي مشاكل، ويكون أيضا مثل ما خبرناكم بكرة إن شاء الله بيكون الجو لطيف، وفي أيضا فعاليات مصاحبة قبل المباراة. صحيح علي، ونتمنى مشاهدي الكرام مشاركة مثل هذه الفيديوهات، لأن هذه الفيديوهات عملت بعناية وتعب كي تسهل عليكم وعلينا وعلى إدارة المنشآت الرياضية وأيضا إدارة المرور الخروج والدخول لجميع يعني الجمهور وكذلك من يريد الاستمتاع في هذه المباراة. تتمنى مباراة ممتعة لجماهيرنا غدا سواء المصرية أو السعودية، وكذلك محبي اللغة محبي الكرة المدورة. أكيد مشاهدين الكرام نتمنى لكم إجازة سعيدة إن شاء الله، ونشوفكم بإذن الله في بداية الأسبوع القادم. الله يحفظكم. إلى اللقاء.